السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رح أبلش بشرح الشابتر الثاني من الميديسينال اللي هو اللاكتام أنتيبيوتكس. أول إشي يعني هي سميت لاكتام أنتيبيوتكس لأنه في الستركتشر تبعها اللاكتام رينج زي ما إحنا شايفين، أو اللي ممكن نحكي عنها هي سايكليك أمايد. كمعلومة إضافية يعني أنه السايكليك إستر يطلق عليه لاكتون، هذا الستركتشر تبعه. هلا ندخل بالستركتشر تبعت البنسلينز او اللاكتام انتيبايوتكس اللي هي البينام. البينام هي عبارة عن لاكتام رينج مرتبطة ب ثيازولادين. اوكي، وطبعا هي موجودة في الستركتشر تبعت البنسلينز. هون معلومات بس على السريع عن البنسلين. البنسلين احنا نحصل عليها من فطريات تسمى البنسلم، وعشان نميز بين البنسلينز والأذر أنتيبيوتكس في تسمية الأدوية نستخدم السفكس. السفكس اللي هو نهاية الكلمة أو نهاية المقطع النهائي من الكلمة. فمثلا عندنا أدوية مثل الأموكسيسيلين والأمبيسيلين، هدول تابعين للبنسلينز. ومثال عندنا السيفالوسبورينز. اوكي، ما بنستخدم السفكس، بنستخدم البريفكس اللي هو بداية الكلمة مثل السيفالكسين او السيفيدينار. وحتى لو انه يعني البداية مش نفس مثلا السيفيدينار مش سي اي بي اتش، بس انه ستيل نفس النطق، فهاي تابعة للسيفالوسبورينز. نيجي للميديوم اللي او الكونديشنز اللي بتتم فيها الجروث تبع البنسلينز، الاغار. اذا توفر عندي مويستر راح تكون هي suitable condition for fungal growth. ومعلومة تانية انه وين ما بيكون عندي فطريات ما راح يكون عندي بكتيريا، راح يكون البكتيريا مختفية تماما، ميتة تماما. السبب في هذا الاشي زي ما صار مع العالم اللي اكتشف البنسلينز، انه في chemicals produced by the fungi that kills the bacteria. وهاي الكيميكالز لقدام شوي عرفوا انه هي البنسلينز. بالنسبة لتاريخ صناعة البنسلينز والديفلوبمنت للستركتشر واكتشاف الستركتشر والسينثيسز إلها، مش راح نتطرق لهم كتير، بس هيك على السريع. أول ما بلش تصنيع البنسلينز كان في 57، أكيد مش حفظ الأرقام. start to synthesize penicillins، بلشوا العلماء يصنعوا البنسلينز because the isolation للبنسلينز من الفطريات كانت عملية صعبة وكمان يعني بتكلف. غير هيك الفطريات مهما صنعت بنسلينز ما رح تكون كميتها كافية بحيث انها تكون متاحة من قبل مثلا علماء تانيين، او متاحة لشركات تشتريها وتستخدمها في تصنيع الأدوية، فكانت الكمية جدا قليلة. عشان هيك في 58 عملوا يعني isolation، عزل لمادة اسمها 6-aminobenicillinic acid، كمان اتوقع من الفطريات، هي لقدام شوي رح نعرف يعني عنها اكتر. استخدموها عشان يصنعوا البنسلينز، لقدام شوي رح نحكي عنها بالتفصيل. هون الهيستوري يعني مش مهم، بس في 45 بلشوا يعرفوا يعني بلشوا يوضحوا كيف الستركتشر تبعت البنسلين. هاي هي الستركتشر، والستركتشر تبعت البنسلينيك اسيد 6 امينو بنسلينيك اسيد نفس الستركتشر البنسلين، بس هون عندنا NH2 مش اميد، وفي البنسلين 3 كايرال سنترز.
هون عن الكلافيولينيك أسيد عالسريع، يعني الكلافيولينيك أسيد effective تأثيره شو هو؟ effective in preventing enzymatic digestion of penicillin in resistant strain of bacteria. هو رح يمنع البيتا لاكتاميز اللي كمان كمان شوي رح نعرف لقدام انه موجود على السلوال، رح يمنع البيتا لاكتاميز من تكسير البنسلينز، وبالتالي رح يخلي البنسلين يشتغل بشكل طبيعي بدون تأثيرات الديستركشن تبعت البيتا لاكتاميز. اوكي بس في هون عنا سؤال، What are the challenges in synthesis of natural products؟ في عندي سببين جدا مهمين. أول إشي الكايرال سنتر اللي هم الـ R والـ S إنانشمر. كثرة الكايرال سنترز راح تخلي إنه يعني البرودكشن لبرودكتس كتار. فمثلا إذا كان عندي في المركب 1 كايرال سنتر، احتمالية انه يطلع R او S هي 50-50، يعني اما رح يطلع لي 50 قصدي يعني رح يطلع لي 1 مركب 1 R او مركب 1 S. اذا كان عندي 2 chiral centers رح يطلع لي 4 احتمالات، ومن هدول الاربع احتمالات عندي بس 1 product is be active one. For the 3 chiral centers رح يطلع لي 27 احتمال، واحد منهم كمان is be active، وهاي كتير يعني بتعمل لي يعني مشاكل انه انا كتير عم بصنع products وبس عم يطلع لي واحد يعني active يعني useless. بس اذا انا جد بدي اصنع هاي هون، اذا انا جد بدي اصنع natural products وكنت عارفة انه المادة تبعتي اللي بدي استخدمها both isomers تبعونها ال R وال S active، ف يعني يعني ما رح يعني I will don't worry about the product، لأنه أنا sure إنه ال product رح يطلع لي pure و active لأنه both isomers are active. السبب الثاني اللي هو complexity of the structure. الفيوز درينجز اللي هي بجيب 2 rings أو 3 rings مش مهم العدد، الفكرة في إني أربط هاي الرينجز. ربط الرينجز إشي جدا صعب، يعني مش أي رينجز بيتم ربطهم ببريدج، فهي عملية جدا صعبة. الشغلة الثانية الأنستيبل رينجز اللي هي رح نحكي كمان عنها لقدام، بس هون على السريع توضيح على السريع. Unstable rings مثلا مثل cyclopropan والcyclobutan. في عنا الangle strain بتكون الستركتشر للcyclopropan كتير مضغوطة، الزوايا تكون كتير قالة عن يعني الديجريز الطبيعية تبعونهم، فبيكون المركب highly reactive وكتير unstable. هون البكتيريال سيل وول، هون رح نحكي عن differences between the gram positive هاي structure لل gram positive هاي structure لل gram negative. اوكي هلا انا هون حاطة انه السيل وول، بس هو انا مش رح احكي عن السيل وول، يعني بس اول نقطتين عن السيل وول. فنيجي لل gram positive. الجرام بوزيتيف السيل وول تبعها comprised and contain more than 200 layers of peptidoglycan. البيبتيدوغلايكان قبل ما اكمل شرح هيك بيكون شكلها، هاي اللي البيبتيدوغلايكان يعني بيبتيد زائد شوجر، فهذا قسم الشوجر من البيبتيدوغلايكان، وهذا البيبتيد تشين هاي. اوكي مقارنة بالسيل وول للجرام نيجاتيف بكتيريا رح يكون هو thin cell wall ومكون من 1 or 2 layers وبس، خلاص ما يعني بس
one or two layers. بعدين يجي لاختلاف تاني. هسا في شغلة لازم نعرفها. في بس كمان اشي على الستركتشر تبعت الجرام نيجاتيف اللي هي هنشوفها هون. الجرام نيجاتيف مكون من تو ممبرين اوكي، وفي النص بينهم هاد اوكي هو البيري بلازميك ممبرين. هسا رح نعرف هذا البيري بلازميك ممبرين شو رح يكون فيه موجود عندنا. طب البوث both gram negative and gram positive bacteria will secrete and produce lactamase beta lactamase. بس الاختلاف رح يكون في السايت تبع ال production و secretion أو secretion يعني. بالنسبة للجرام بوزيتيف رح يتم فرز البيتا لاكتاميز مش على السيل وول، لبرا كمان السيل وول، يعني تقريبا هو يعني surrounds the gram positive بكتيريا. بالتالي لما يكون موجود يعني مش على السيل وول لبرا، هو رح يكون موجود عندي في الفلويدز تبعت البادي، وهي رح نعرف هسه شو تأثيرها على البيتا لاكتاميز. بس نيجي للجرام نيجاتيف، رح تفرز البيتا لاكتاميز في مكانين. اول مكان في البيري بلازميك ممبرين، وفي البيري بلازميك ممبرين رح تكون الكميه الاكبر يعني من البيتا لاكتاميز، ورح يكون ستورد او ترابد في هذا الجزء. وفي جزء صغير رح ينفرز لبرا السل يعني outside the cell wall. طيب هسا بالنسبة للبيتا لاكتاميز اللي في الجرام بوزيتيف، حكينا انه هو رح يكون في الفلويدز تبعت البادي، فممكن انه هاي الفلويدز والسوليوشن يعني موجودة تعمل له wash فيقل الكونسنتريشن او ممكن يزيد. يعني الكونسنتريشن تبع البيتا لاكتاميز هون مش ثابت لانه هو اصلا في فلويدز، مائع في فلويدز، فالكونسنتريشن تبعه مش ثابت، فمو دائما يعني ممكن تكون انه الافيلابيليتي للبيتا لاكتاميز حوالين الجرام بوزيتيف عالي، وهذا هلا رح نعرف يعني شو فائدته او شو ضرره او الديس ادفانتج او الادفانتج له. اما طب اوكي اوكي فهلا بس نستبق شوي الاحداث. البنسلينز لما بدها تشتغل هي رح تشتغل على الترانسبيبتايديز ماشي، والترانسبيبتايديز موجود جوا السل، فلما تيجي البنسلينز بدها تخترق اكيد لازم تخترق السيل وول عشان توصل للترانسبيبتايديز تعمل انهيبيشن. بالنسبة للجرام بوزيتيف هي ممكن تمر بسهولة لأنه حكينا أنه في فلويدز والبيتا لاكتاميز رح يكون أصلا في الفلويدز، فممكن يعني ينعمل واش فيروح، وبالتالي ما في إشي رح يعمل لي ديستركشن للبنسلين. بينما في الجرام نيجاتيف صحيح أنه كمان في برا بيتا لاكتاميز لبرا السيل وول، وهذا البيتا لاكتاميز اكيد صار له ممكن يعني واش، بس جوا في البيري بلازميك ممبرين في احنا ستيل عندنا بيتا لاكتاميز، بالتالي لما تدخل البنسلينز وتمر عبر السيل ممبرين والسيل وول رح توصل للبيري بلازميك ممبرين، رح يكون رح يعني it will face the stored بيتا لاكتاميز، وبالتالي رح يصير لها destruction. طب هون transpeptidase will make okay. وظيفة الترانسبيبتايديز هي انه يكون لي السيل وول. كيف بيكون السيل وول؟ هاي البيبتايدوغلايكانز سوري هاي البيبتايدوغلايكانز تمام رح يربط لي البيبتايد تشينز هدول اوكي، رح يربط لي اياهم ببعضهم. هلا في الباوربوينت هاد يعني هاي البيبتايدوغلايكان رح تكون متحركة، بس هون يعني مش رح تتحرك اكيد، فرح تكون متحركة. بس لما يجي عندنا الترانسبيبتايديز هذا هو
لحظة شوي. لما يجي هنا الترانسبيبتايديز رح يربط لي البيبتايد تشين اللي هي السبستريت تبعته في البيبتايد تشين للأدجيسنت بيبتايدو جلايكان. اوكي، برتبط زي هون زي ما احنا شايفين، وبرتبط اللايسين بالدي ألانين. يعني this is the terminal alanine will act as a leaving group. اوكي، طبعا اكيد لما الترانسبيبتايديز رح يعمل لنا كروس لينكج رح يتكون عندي rigid cell wall. طيب هسا in order يعني to synthesize بنسلينز، لازم لانه البنسلينز ميكانيزم اوف اكشن تبعتها رح ترتبط في الترانسبيبتايديز. كمان شوي رح تتوضح هاي الشغلة بالصور. رح يرتبط البنسلين بالترانسبيبتايديز ويعمل له انهبيشن. بالتالي حكينا انه الترانسبيبتايديز السبستريت تبعه هو البيبتايد. فلما انا بدي اصنع بنسلينز لازم يعني I make sure انه يكون في الستركتشر تبعها جزء بيشبه البيبتايد عشان يرتبط في الترانسبيبتايديز ويعمل له انهبيشن. فهون التوضيح لهاي الرسمه، يعني هاي في تكمله هون يفترض تكون في الجزء، بس مش طالع عندنا في الطباعه، بس كانت موجوده عند الدكتور. فانا هيك رسمت يعني رسم افتراضي على حسب الشرح. هاي عندي كلها، لحظه شوي، هاي كلها هيك، هاي البيبتايد وغلايكان. هذا بس فرضا جزء البيبتايد، يعني ما كتبت كل الامينو اسيدز، بس كتبت هدول اللي هم الدي الانين، ماشي. وهذا الشوجر، طبعا الشوجر المكون للبيبتايد وغلايكان في عندي اثنين اسمين مذكورين في السلايدز تحت، واي ثينك يعني الدكتور ما دقق على حفظهم كتير. هاي البيبتايدو جلايكان، هاي عندنا الترانسبيبتايديز، في عنده او اتش، الاو اتش هاي جايه من السيرين امينو اسيد، فالاو will act as a nucleophile ورح تعمل لي اتاك على الدي الانين، وذي تيرمينال دي الانين اللي هي هاي رح تطلع، رح يعني act as a leaving group. اوكي، بعدين الادجيسنت هاي الادجيسنت بيبتايدو جلايكان رح تعمل لي اتاك هون ويطلع الترانسبيبتايديز، وبالاخير الاوفر اول رح يرتبطوا الدي الانين بالدي الانين، تتكون لي الكروس لينكينج اللينكج. اوكي، فهاي هي الميكانيزم يعني تبع تكوين السيل وول عن طريق الترانسبيبتايديز. هون بكتيريا سيل وول، بكتيريا ترانسبيبتايديز. اوكي، هاد يعني انا ذكرته هون. الترانسبيبتايديز هذا الانزيم موجود في البكتيريا وفي الماميليان. اوكي، بس في عنا differences between them. في عنا structure differences, even the mechanism of action, with the recognizable substrate. شو يعني recognizable substrate؟ يعني الترانسبيبتايديز الموجود في البكتيريا، تمام، بيرتبط في الدي amino acids conformation. Amino acids has two conformations اللي هم الليفو والديكسترا. فبالنسبة للبكتيريا الترانسبيبتايديز رح يتعرف على الدي amino acid ويرتبط فيهم. اما بالنسبة للماميليان ترانسبيبتايديز فهو رح يتعرف او يعني recognize or bind with the L amino acid او الليفو amino acid. Also transpeptidase حتى مش الاختلاف بس عندنا في الترانسبيبتايديز تبع الماميليانز او البكتيريا،
حتى البكتيريا ذات نفسها فيما بينها ممكن يختلف، بس إنه اختلاف بسيط. هذا الإنسان ممكن يختلف اختلاف فقط جدا بسيط بينهم، وبالتالي عملية الانهيبيشن أو تبعت البنسلينز راح تختلف شوية كمان من بكتيريا يعني من كل نوع بكتيريا. هسا راح نشرح الميكانيزم ميكانيزم الارتباط هون.